ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونشوف ايه قصة المشمش. طبعا نستغله نعمله مربى ونخزنها، ممكن برضو فطار حلو معلتين قشطة كده، معلتين مربى مشمش، حاجة فطار جميل. نقدر ان احنا نعمله برضو ايس كريم عملناه، فخلينا مع بعض نشوف ازاي نعمله كب كيك. المقادير على الشاشة: مشمش خالي من النوى، ده اساسي، وتجيب الحباية اللي هي مستوية شوية، بلاش اللي ناشفة قوي عشان ناخد السكريات بتاعتها. معانا من الدقيق كوبايتين، معانا البيض 3، الحليب نص كوب، بيكنج باودر معلقه كبيره، وشويه فانيليا معلقه صغيره، وربع كوب من الزيت ونص كوب من السكر. هي دي المقادير البسيطه السهله اللي تقدري تعملي كب كيك بطعم مختلف. ليكي تركايه هنا، تقدري تحطي بشره ليمون حسب الرغبه، اللي يبقى فيه طعم الحامض كده مفيش اي مشكله، وده اختياري. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي. أول حاجة اتعلمنا من الشيف المغازي تكسير البيض مع السكر حتى يكون سهل الذوبان. أدي الثلاث بيضات بالشكل ده كده، لأن السكر لما بينزل على البيض بيساعد على إن هو يدوب بسرعة ويديني المادة الهشة بتاعته ببساطة خالص. هقول أسئلة كتير يا شيف مغازي. مقادير الكيكة بنعملها مع بعض، مقادير الكب كيك اهو شفت اول ما ضربت المضرب مع البيض والسكر داب اهو 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 اهو. نحط الفانيليا، ده الطبيعي، سريعا كده زي الفل اهو. طب لغايه امتى يا شيف؟ لغايه لما البيض يعمل رغوه كده نعرف ان هو خلاص جاهز. اهو بالقوام ده كده، بص عليه كده اهو اهو. وتعرفي كمان البيض كويس معاكي مفيش اي مشكله، لو قطع يبقى البيض مشكله في البيض اهو. شايفه القوام ده كده اهو اهو، وانا طالع بالمضرب كده زي الفل. انا كده قلبت الزيت مع السكر مع البيض، ومعانا بيكنج باودر وحليب، هنخلي دول على جنب، هناخد البيكنج باودر، هناخد المشمش ونقطعه مع بعض كده. ناخد المشمش نقطعه بالطريقه دي كده بسكينه حاميه، خلي بالك. والمشمش يا ست الكل، يا امي يا خالتي يا عمتي، يتغسل بعد قبل التقطيع، يعني ما تقطعوش زي ما انا عامله كده وتقعدي تغسليه في ميه، خلي بالك اهو بالطريقه دي كده. نقطعها بالطول بحيث تبقى شخصيتها في الكب كيك باينه اهي اهو 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 كده بالشكل ده كده. المشمش ده طبعا في منه المجفف اللي بنشوفه في الايام المباركه شهر رمضان الكريم، وكمان بيتعمل منه قمر الدين اهو اهو. والمشمش قيمته الغذائيه عاليه جدا عشان كده بيهتموا بيه، بتلاقوه صيف شتاء موجود اهو. في الصيف بنلاقيه بالشكل ده كده، وفي ايام الشتاء طبعا بيكون مجفف اه اه. دول شويه المشمش الحلوين. سكينه ما يكونش قطعت بصل قبل كده، وبلانشه ما تكونش قطعتي عليها لا توم ولا بصل زي ما انا شغال كده، عشان ريحه البصل والتوم ما تبقاش في الكب كيك اه، لان المشمش اي ريحه بتتاثر عليه. يعني لو حطيت طبق المشمش ده في الثلاجه والثلاجه دي فيها طبق مخلل، هتلاقي المشمش ده خد طعم المخلل. حاجات صغيره كده بس بتفرق. المشمش ده في التلاجة وفيه توم في التلاجة وبصل، هتلاقي المشمش ده طعم التوم والبصل اهو. دول كفاية قوي على فكرة. هناخد دول كده ونكمل اللي احنا بنعمله. ادي البيض مع السكر مع الزيت مع الفانيليا، دي خطوة، ورشة ملح صغيرة كده تمام. عندنا الدقيق بتاعنا قد ايه يا عم الشيف؟ كوبايتين. احنا هناخد شوية كده منه ونشوف المقادير مع بعض اه. حلو، 3 4 كده، ونسيب شويه في الاخر حسب المقادير بتاعتي. حلو، وعادي البيكنج باودر بنحطه على الدقيق قبل ما نقلبه بالشكل ده كده. نقلب دول كده مع بعض، شايفين البيض اهوت كده في قلبيها اهو. ننزل بالمشمش بتاعنا عليهم، ننزل بنص الكمية والنص التاني هنحطه على وش الكب كيك. ننزل بالحليب، حاجة كده ممكن تسميها المافن بالمشمش أو مافن المشمش أه أه أه. شفت أنا حطيت الحليب إزاي؟ حسب الرغبة أه، لأن هتحطي فواكه مشمش، هتحطي تفاح، هتحطي كيوي، لازم تتحكمي في السوائل أه. بالشكل ده كده أه، حلو أوي. ننزل بكمية المشمش دي كده شوية منهم ونخلي شوية الله، ونقلب كده. أنا ما استخدمتش يمكن تقريبا 10 حبات مشمش أه كده، الموضوع معايا خالص أه بالشكل ده كده، المقادير كلها مع بعضيها أه. هعمل إيه؟
هجيب قوالب الكب كيك واوسع كده الدنيا ونشوف ازاي نعمله مع بعض، علشان ده انا حابب الوجبه دي تكون وجبه فيها كل حاجه. ست الكل عايزه القرص الطريه بالسمنه. طبعا سمنه وقرص طريه يبقى على طول نعجنها باللبن الرايب اللي هو الزبادي. لا، اللبن الرايب غير الزبادي، بس طبعا في الريف المصري معروف اللبن الرايب اللي هو بناخد القشطه من على وشه. حلو الكلام؟ والزبادي معروف، اللبن الرايب بقى بيكون الدسامه بتاعته اقوى من الزبادي. بنقطع شويه مشمش كده، يبقى عندنا اللبن الرايب والخميره والسمنه. زودت انا شويه مشمش كده بالشكل ده كده، وبنعمل عجينه القرص الطريه بالشكل ده كده. انا ايه زي الفل، اوزع المقدار ده كله على المشمش. بس طبعا عايز لما اشتغل بالمعلقه اقول لحضراتكم على حاجه لطيفه كده، بجيب بوله فيها شويه ميه. حلو قوي. واحط المعلقه دي في الميه كده، واحطها هنا، واحط كده. يلا نبص مع بعض كده، نتابع اهو كده اهو، ونشوف الشيب بيعمل ايه اهو. اخد المقدار ده كده وانزل بيه هنا كده اهو. انك تحط المعلقه اهو زي الفل. تمام، نكمل موضوع القرص بتاعتنا. خدنا اللبن الرايب وخدنا الخميره والسمنه البلدي، والخميره عشان تشتغل مع القرص كويس بندوب معلقه سكر مع الخميره ونعمل العجينه بتاعتنا. واهم حاجه مرحله التخمير، فطبعا بنقرصها وبنقطعها وبنحطها في صينيه بتاعه الفرن ونخليها على جنب لمده 20 دقيقه تقريبا قبل ما تخش الفرن. بنجيب بيضه كده، بنحط صفار البيضه، بنحط عليه شويه حليب، وشويه الحليب دول يا عم الشيف بنقلبهم مع صفار البيضه. بسلك انا العجينه دي كده، وفي الاخر بنحطها في الفرن. البعض ممكن بيحب معاها حبه البركه، سمسم، كمون، حسب الرغبه. انت بقى رغبتك تحبي حبه البركه زي الشيف كده، حط على وشها حبه البركه. بتحب تحط عليها سمسم، حط سمسم. انا بوزع المقدار كده بالشكل ده كده اهو. بس انا علمتك حاجه، انك تستخدمي المعلقه في شويه ميه، دي مهمه جدا. ولكن لازم تكون عندك شويه بقى ايه خفيه كده، علشان العجينه لو قعدت كتير فيها بيكنج باودر بتهبط منك. كب كيك ده حلو على فكره، ميزته ان فيه كل حاجه، بروتين، يعني وجبه. جوزك مستعجل ونازل على الشغل ياخد واحده من دي مع كوبايه عصير، هيتن له طول النهار يدعي لك. ابنك رايح على النادي، خلاص الامتحانات خلصت، اديله واحده من دي كده مع العصير بتاعه زي الفل. درجه حراره الفرن عندي 180، بامن على الفرن قبل ما بحط المقادير دي واوزعها في القوالب. وهدخل الكب كيك ده، هيعجبكم قوي على فكره، بس تخلي العجينه لها قوام كده زي ما انا شغال بالطريقه دي. الله، عيني، حاضر. المعلقه في ايدي، واوزع كده بالتساوي زي الفل. ما شاء الله كلهم مليانين مشمش. درجه حراره الفرن عندي 180 يا عم الشيف، حلو قوي. بدخلها الفرن، ومكانها لازم نعرف هي فين بالظبط. حلو قوي. يلا بينا عشان ناخد بعضينا وهنطلع فاصل. بنظبط الفرن بتاعنا كده، مش صح؟ نحط طبعا الشبكه دي تحت كده، ونحط الشبكه دي كمان تحت كده. لو عندك فرن بالشكل ده كده هتقولي لي ما عندش الكهرباء يا شيف. الفرن العادي بتاعتك خالص، بتحط الشبكه على وش النار وبتدخليه بالشكل ده. ده ما يتحطش على النار مباشره. نبص عليه كده، ايه الحلاوه دي؟ صوره الكب كيك بالمشمش تتحدث عن نفسها. طب صلى على الحبيب قلبك يطيب قبل ما تخش الفرن. يلا 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 العب يا سمك، هو ده. كب كيك بالمشمش، واشوفك في المشمش. حلو. قافل الفرن ولا خليه؟ عاجبك الصوره، انا عارف عايزك تخليها كده على طول. لا جيبها جيبها، ما تزعلنيش. ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ الله، العب العب. يلا اقفل الفرن، هديه كده واسيبه. حلو، تطلع الكب كيك من الفرن. يلا، اللهم صل على النبي. ايه الدنيا، هو ده. ونشوف المشمش فين مكانه. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي.
احنا المشمش ده نعمله اي حاجه، ايس كريم عملناه، سموزي عملناه، كب كيك عملناه، عصير عملناه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ طبعا وهو سخن كده بنرش رشه سكر بودر علشان ياخد الطعم وياخد البصمه. طبعا يبرد بنغرفه دلوقتي في الاطباق. انا شخصيا بحب اكله سخن بصراحه مع كوبايه قهوه كده وكوبايه شاي. عينيا عملنا النهارده الكب كيك بالمشمش لاطفالنا الحلوين عشان نكافئهم كده ويقدروا ان هم ياخدوا الوجبه بتاعتهم من البيت مع كوبايه العصير. جوزك هو نازل على الشغل مع كوبايه الشاي. عملنا طبق بيتكلم مصري بكل اللغات المصريه، الريف المصري نعم، الصعيد المصري نعم، القاهره نعم، اسكندريه نعم عشان ما حدش يزعل، اسوان والاقصر نعم، كل ده. ولكن اضافه الشيف المغازل للبسطرمه عايزين نشوف نعم او لا على السوشيال ميديا. الطاجن الكفته بتاعتي في الفرن هطلعها عشان نشوفها مع بعض، ورؤيه وفن وابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.